كنيسة المجمع، وهي كنيسة تتبع كنيسة الروم الكاثوليك، تقع في قلب سوق مدينة الناصرة. تم بناؤها في أواخر القرن الثامن عشر. سميت بهذا الاسم لأنه حسب الإنجيل المقدس سكن السيد المسيح في الناصرة، وكل سبت كان يزور مجمع اليهود للصلاة فيه، وأعلن في هذا المجمع عن العهد الجديد. أعطوه يقرأ من كتاب أشعياء النبي اللي قال فيه روح الرب علي فمسحني لأبشر المساكين وأنقل البشرى وأعلن للناس سنة الرب المقبولة، يعني أفتح عهد جديد. ولذلك إحنا في الناصري عندنا مش مدينة البشارة لواحد للعذراء، وإنما إحنا عندنا مدينة البشارات اللي هي بشارة لمريم، بشارة ليوسف، ويسوع يبشر العالم كله. يسوع يبشر العالم كله في إنه هو اللي أجا، هو اللي وصل، هو اللي جايب هاي الرسالة، مصالحة الله مع الإنسان ومصالحة الإنسان مع أخو الإنسان. السبب الثاني لتسمية الكنيسة بالمجمع هو بناء كنيسة على رمام مجمع قديم هدم في زمن الحربات ولم يتبقى منه إلا القليل. إحنا اليوم في عنا المكان اللي بنسميه المجمع اللي هو ذكرى هذا المحل، وفي نفس الوقت هو اللي على مر الأجيال، يعني يمكن انهدم سقفه، عملوا السقف في زمن العثمانيين، الأرضية يمكن بعدها شوية أحجار بعد الموجودات من الآثار هاي. وعندنا كان دائما شهادة من الحجاج اللي يجوا من الغرب ويقولوا أنه زرنا المحل اللي فيه المجمع. هو لازم يصير هناك يعني عملية بحث في القضايا الأرخيولوجية، لكن التراث أعطانا هذا المحل. انفصلوا الروم الكاثوليك عن الروم الأرثوذكس، أجوا لهنا وكانوا يصلوا تقريبا 100 سنة صلوا في الكنيسة في المجمع، حتى بنوا هاي الكنيسة الحديثة اللي من سنة 1885، بنوا الكنيسة وخلوا العمود اللي في آخر الكنيسة هو موجود مع عمود طالع من قلب المجمع، فيعني عشان هيك بنسميها كنيسة المجمع. في هذا الكنيس ألقى يسوع خطبته الشهيرة يوم السبت، والتي أعلن فيها أمام أبناء قريته اليهود بأنه المسيح. وقد أغاضت هذه الخطبة المصلين، فجروا يسوع جرا إلى جبل القفزة من أجل إلقائه. واليوم تستعمل هذه الكنيسة من قبل رعيتها لأهميتها الدينية.